نحكيو على الكورونا وما كورونا، هاي الكورونا تمشي على ساقيها هوني. كيفاش؟ في تونس لعبات فوق بعضها. كورونا تمشي على ساقيها، مو ماشي الكورونا ماشي للسوق. الكل مش يكسيو في صغارهم وكله ترعيد وكا. شنو فما سويم سافا توا؟ والله لا سويم ماهيش معقولة. ها؟ الغلا والكوا. ها؟ مشيت أنت عملت دور. مشيت عملت دور ما خديت حتى شيء. علاش ما خديت حتى شيء؟ السويم غالية. أنت عندك صغيرات ولا؟ عندي ثلاثة صغيرات. كيفاش باش تعمل باش تكسيهم الثلاثة؟ نمشيو على قد الميزانية. على قد فلوسنا يلزمنا. يعني قداش لازمك تخلي لهم باش تنجم تكسيهم ثلاثة؟ والله ما نعرف هكاك، حتى المسيو يعطينا الفلوس ونشوفوا. استنى المسيو. اي بيان سور. اي هو راه شطر نسيت ونستنى المسيو باش يمد لهم ال. كي يخلص يمد لي الفلوس. ما شاء الله يعطي الصح. عايشك ميرسي. قل لي انت عامله بروجرام هكا شنو باش تعمل في العيد؟ والله ما عامله حتى بروجرام، خاطر ممنوع الخروج وفما وقت معين لازمك زعما تخرج معناها، وبلايص الكل يبداو معبينه. لكن والكل والعائله يعني نعرفوا العيد الصغير العائلات الاكثريه نزوروا العائلات. العائلات امي بحذايا اخواتي بحذايا معناها كهو لبسهم حوايجهم صغيرات ويمشيو يعملوا دوره في العائله غاديك واحد العائله ويرجعوا. شنو نعملوا لما كهو؟ فما حاجه في الوسط هي نجم تمنعك من حوايج العيد وتمنعك من الحلو اللي هي قرارات يكونوا نحن احتمال تكون معناها فما كونفينمون معناها لا تنجم تزور لا تنجم تخرج صغارك باش يلعبوا ولا تنجم حتى تنجم لهنا تولي اذا كان باش تحضر تولي تخلي بعد العيد فهمت يعني ان دو دو يا اما تحضر كما نقولوا فرحنا كيما مستانس التونسي في كل يوم في المناسبات كيما هكايا يشري حوايج العيد ويشري الحلويات وبيا يعملها في الدار ولا اللي هو ما اذا كان فما قرارات خارج على الاراده نتاعو هو دونك الي اوبليجي لا يشري حوايج عيد ولا يشري حلو فهمت ديما احنا مربوطين مع القرارات احنا توا القرارات صحيح احنا توا نحكيو اللي احنا في كا اكسبسيونيل خاصه في القرارات الجديده نتاع من عام ولا سنه لكن نحكيو مثلا كان نرجعوا نشوفوا قبل قبل بيان سور كالعاده والعوايد التونسي شنو يحب يحب يخرج ويحوس ويدور وحوايج العيد الصغار والام والبوه معناها مش مقتصر على الصغار برك العيد حتى الامهاتنا حتى الاباء نتاعنا لحماتك ولا لحموك باش تشري له فهمت وفي نفس الوقت تسكي يعني التزامات بالحلو نتاع العيد كيف الناس الكل نعيدوا على توا بما ان كورونا وكل نعيد قدرت ربي في الدار بالتليفون ونكونوا مسؤولين شويه نكونوا واعيين شويه سامحوني شويه نفس فهمت كان شنو تحبني نقول لك يلزم الناس تكون واعيه العيد في تونس كيف نوى نتوقع لك توا واش مش يكون ايوه اتوقع لي توا صدقني ماهوش مش يكون عيد مش يكون عيد مش يكون عيد كما قال لهم الدوله عن اجراءات وقانون فهمت اما بالنسبه للمواطن راه ما عادش على باله نسبه كبيره ما عادش على بالها لان العباد زاد فردت ستريسات الظروف زاد كيف القلق كل شيء مع بعضه دونك ما عادش عنده ثقه في حاجه دونك يقول لك انا نمشي واللي كاتب ربي يصير حضرت لهم خديت لهم لبستهم وتوا هبت المرش باش نخدم. شو باش تطيب نهار العيد؟ نهار العيد والله الاغلبيه انا ما نهار العيد ما نطيبش لينا تقعد ديك الماكله برك. فايدة من الماكله شهر كامل وانت تطيب 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 نهار العيد. يحبوا الاولاد نعمل لهم ما ملوخيه نهار العيد مستانسين نطيب. بالطبيعه هذيك ملوخيه باش يجي العام اخضر. يا عم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مبروك علينا وعلى امة محمد. باهي ما عملناه شنو طيبوا لنا؟ عملناه وعملنا الجاري. اخي جا العام جاري. جاي العام جاري والله العام جاي يجري ان شاء الله يقولوا ملوخيه باهيه معناها باش يجي العام اخضر هكا نسمعوا في القواعد نتاع الكبار ونطبقوها وكا هو والحلو واش باش تعمل؟ الحلو ما كذبش عليك باش نشري انا نشري ما نطيبش شنو تاخذ شويه بسكوت نخل اللي يحبوه الاولاد انا نحب البقلاوه تاع الكوارق حطينا نحب البقلاوه حطينا نحب البقلاوه انتي سفاقسيه اللي من سفاقسيه ما نحب البقلاوه حطينا نحب خذيت اللبسه اللي تعجبك ولا ايه؟ خذيت اللبسه اللي تعجبك؟ ايه وعجبك الشواء؟ ايه فرحانه بحوايج العيد فرحانه نشكر ماما على الاخر على الاخر وربي يفضل هيلي خاطر شي هي تابع علينا وتخدم علينا ونحب نقول لامات الكل نشكرهم خاطر شي هما لاهين بصغارهم ويحبوا صغارهم يحبوا يلبسوا صغارهم احسن لبسه ويكونوا هما افضل من الصغار والصغار افضل من بعضهم يحبوا نقول الناس يحبوا بعضهم
ونتجنبوا اي حاجه تخطر علينا.